يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل استأجر بيتا ليسكنه وتلف مثلا شيء من السباكة أو الكهرباء، فهل إصلاحها على المؤجر أو المستأجر؟ إذا كان تلفها بسبب المستأجر فعليه، أما إن كان سبب تلفها لغير تسبب من المستأجر فهي على صاحب البيت، لأن له أن يؤمن الماء للمستأجر. نعم، عليه أن يؤمن الماء للمستأجر. نعم.